مساءكم محبة وسعادة، مساءكم خيرات وفرح يليق بكم جميعا. أرحب بداية بجميع الحضور الكرام، وأرحب بشاعرنا الكريم الشاعر علي الصيادي الذي نجتمع في هذا المكان من أجل تدشين إصداره الجديد. قبل أي شيء سأكرر عبارتي التي أقولها دائما: الشعر كائن غيور جدا، لا يقبل شريكا ولا ندا، لذا لتكن هواتفكم على الصامت كي لا تزعج وحدة الشعر. يطوع الشاعر اللغة فيخلق عوالم أخرى لا يراها إلا العارفون في الشعر، المتشبعون بالحس، أولئك الذين يتعبدون بالمعنى ويتسامون معه. شاعر هذا المساء ربان مشاعر، ينسج المعاني بإتقان فاره، والحق أن الكلمة الصادقة النقية تقع في قلب القلب دون أنا، ولذا لا نملك حين نسمعه إلا أن نطلق العنان للحواس ونخصف المعنى على جيد الحروف. شاعرنا هو الشاعر علي عبده علي منصر الصيادي، من مواليد 1962. يكتب الشعر منذ الصغر، وبداياته كانت في عالم الصحافة منذ عام 1992 وحتى يومنا هذا، وهي رحلة حافلة بالشعر وبالكتابة. كان له عمود نقد تحت عنوان تطاول ليس إلا، كان يصدر بين الفينة والأخرى في صفحة الشعر الشعبي، ونظرة إعجاب التي كانت تصدر في كلا الصفحتين، صفحة نسيم البرايح وصفحة الشعر الشعبي. ولذلك لابد لنا من وقفة قصيرة مع شاعرنا بعد الترحيب به مع صفحة نسيم البرايح وما كان يجود به في هذه الصفحة. مساء الخير شاعرنا أستاذ علي. يا مساء النور عليك وعلى جميع الحضور. تحدثنا قليلا عن صفحة نسيم البرايح التي تعرفها الكثير من الأجيال الذين عاصروا الشعر الشعبي، عاصروا هذه الصفحة ورأوا ما كان ينشر فيها من قصائد ومن دراسات حول الشعر الشعبي. صفحة نسيم البرايح هي كانت ميلادي الشعري وميلاد الكثير من الشعراء، وكان يديرها الأستاذ القدير مبارك العماري، وكانت يعني تحتفي بكثير من الشعراء والمقالات والقصائد، وكان أهم ما فيها يعني إنه الإنسان يستطيع أن يكتشف نفسه هل هو شاعر، لأنه كان بارك العماري عبارة عن مصدر صفحة وفي نفس الوقت ناقد يعدل بعض الأبيات أو يقول لك قول كذا أو كذا، فكانت فعلا هي عبارة عن مدرسة شعرية بكل المقاييس. طبعا صفحة نسيم البرايح ربما كنت أنا شخصيا ممن تابع هذه الصفحة لسنوات، يمكن المفترض ما أكبر عمري واجد، بس فعلا كنت أتابعها من فترة المرحلة الإعدادية. كنت أستفيد من هذه الصفحة كثيرا، القصائد، نمط القصائد الذي كان يعرض في هذه الصفحة، والأستاذ مبارك العماري طبعا كان فعلا مدرسة زاخرة بالكثير. لك إصدار تحت عنوان نظرة إعجاب، تحدثنا عنه قليلا، لأن حين تصفحت هذا الكتاب وجدت بأنه عبارة عن ربما مجموعة من المقالات أو مجموعة من الدراسات التي طبعا تم نشرها سابقا، فعلا كلها نشر في الصحافة هذه، تجد حتى في مقدمة علي عبد الله خليفة ذكر أنه تم نشر هذا الكتاب في الصحف البحرينية. طبعا من يطلع على هذا الكتاب يجد نفسه أمام موسوعة شعرية زاخرة للشعر الشعبي، مما ذكره شاعرنا علي عبد الصيادي في هذا الكتاب. يقول أنيس منصور: الناس لا يرون الحقيقة عارية، فكل واحد يعطيها ثوب. الحقيقة ليست عارية أبدا، فكلنا يشكل هذه الحقيقة بما يرى. كذلك النص الشعري
ربما هناك مقولة سائدة بأن الشاعر يبرأ من نصه بعد نشره، فكل شخص يرى هذا النص بما يشعر به، يعكس عليه أفكاره، يعكس عليه مشاعره، وبالتالي كل منا يفهم هذا النص بالنسق الذي يريده. طبعا شاعرنا لديه العديد من الإصدارات الشعرية، أحدها عصفورة العشق الذي سنقوم بتدشينه هذا المساء بإذن الله. ونظرت للمعنى، ونظرت للمعنى بكل خوافقي، يا نظرة إعجاب ما لها أبدا مثيل، عصفورة العشق التي حلت هنا ببيات شعر، والشعر شيء جميل، في شاطئ الأحلام دفء حفنا، فيه الهيام وفيه عشق يستميل، إن قلت شعر يستبيح معانيا، كم له تغاريد تداوي كل عليل، مزج به وجه الصباح وللمساء، يهدي الأمان وما بها أي مستحيل. ولشاعرنا الآن أن يهدينا ما يشاء في هذه الأمسية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، أسأل الله مساءكم بكل خير. اسمحوا لي أن أقدم لكم إطلالة على ضفاف القوافي أقول فيها. حينما تلتهب نيران المشاعر بين جوانح الحروف متألقة بفيض من السحر الحلال، وهنا تتيها الأسئلة في أدغال معتمة يغطيها ضباب التعجب، وشيء من المفارقة بنسبة ما يحتفظ به العقل، ثقافة وأفكار عصرية ملائمة ورؤى متعففة ومترفعة عن كل رضيع، وهنالك علاقة تحسها لا تستطيع وصفها بين الشاعر وشعره. فالقافية مثلا عبارة عن نبرة موسيقية ذات دلالة متفق عليها، وتتصف بين رمزية الكلمة ورمزية المعنى. وهكذا هي النصوص الشعرية، تحتوي على عناصر الجمال الفني التي تعد من أصول الشعر وجمالياته ورموزه. ثم نغل في سراديب مجهولة تملأها خيوط العناكب المتشابكة، وبالتالي تجد أنه لا فرق بين الوهم واليقين، ويظل الضجيج يتردد صداه في حناجر القوافي، وتنطلق قواس العيون لتقتل التبلد والسكون. وهناك أفكار تأتي كعملية تعويض، تنقل الشاعر من الظل الباهت إلى واحة العواطف الوارفة بالظل الظليل الذي يحميه من حرارة الفراق ورمضاء الجفا. وأضيف: لقد انتابني شعور وأجتاحت أحشائي خلجات الكتابة، ونتج عن تلك الأحاسيس إشراقات وإلماحات تومي إلى لحظة التوهج العلوية، لحظة الانبثاق ولحظة تجلي الوحي. أريد الوصول إلى غاية ذات أوصاف مذهلة في نصوصي الشعرية، أريد وصفها بالمعاني البكر التي لم يبتدعها أحد، من مفردات اللغة التي تأتي مفاتنها تعلق بإنسياب سحري، وتحس في معانيها رقة أوراق الورد وملمسها. فأتخيل إني أرتشم من شفائفها خلاصة الرحيق السماوي، ثم خلاصة الرحيق السماوي كيف لا، وسهام عينيها قاصت ثم نفذت إلى أعماقي فأثلجتها، ثم أنصبت في نخاعي الشوكي فباعثت في روحي أهازيج الإنس والطرب، فكتبت من فيض مشاعري. وأحب أن أوضح لمن يقرأ شعري في المناجاة أني أتخذت قوانين كثيرة كرمزية للمخاطب، وأكثر اسمك استهلكته هو نوف، كونه مناسب للكثير من الأوزان الشعرية وكذلك الأماكن، وهي من شروط جماليات الشعر الموضوعية تجدونها في كثير من قصائدي.
وبما أن نصوص الشعري تبحر على بحر الغزل، فهنالك أناس ألتقي بهم أو يكتبون مداخلات في شبكات التواصل الاجتماعي على ما أشر، يقولون كيف تكتب شعر الغزل وأنت في 60 من العمر وقد تجاوزت مرحلة المراهقة؟ أقول حينما سأل الشاعر الكبير عبد الله البردوني متى يتوقف الشاعر عن شعر الغزل، فقال يظل الشاعر مراهقا يكتب شعر الغزل حتى يأتيها الموت. ومسك الختام أرجو أن تستمعوا فيض مشاعري الآتي من العشق والهيام، وعليكم السلام. شكرا شاعرنا علي عبد الصيادي. وكما ذكر شاعرنا يبقى الشاعر مراهقا حتى يموت، وأقول يبقى الشاعر عاشقا، عاشقا لكل ما في الحياة، ليس مراهقا أبدا يا أستاذي. هو إنسان يشعر بكل ما حوله، يتعايش مع كل ما حوله ويعشق كل لا ما مع احترامي رأيش هذه ما قولت ما حاولت أن أعرفها لأنها مخضوضة من مقال البردي نص رسمي يتبرأ منها هي. ولكن حينما أتبنى عبارة ما فأنا أسير معها. رأيش صحيح، رأيش صايب 100%. طبعا الشاعر إنسان أولا وأخيرا، ربما يختلف عن الآخرين في مدى امتزاجه بمكونات هذه الحياة وكل ما حوله ومن حوله كذلك. من يقرأ للشاعر علي الصيادي يجد أنه في اللغة العربية الفصحى لا يقل شأنا عما يكتبه في الشعر الشعبي. لماذا لم نجد حتى الآن إصدارا باللغة العربية الفصحى للشاعر علي الصيادي؟ والله بصراحة أنا متباهر اللغة الفصحى بصراحة، لأنه ما أقدر يعني أتحدى. طبعا هذا لا يعني بأن الشعر الشعبي هو جانب سهل أو جانب قد يخوض فيه الخائضون، ولكن ربما هو أعتقد لا هو أصعب. أنا أقول لك أنه أصعب، لأنه أحيانا أشوف القوافي ممكن يستخدموه على ضمة مثلا تكون قافية، لكن في الشعر العامي لا بد تكون الأوزان، لا بد تكون ثنائية الحروف، ثلاثية الحروف، صحيح الأوزان هذا إيه؟ طبعا بعدين ربما يكون لابد فيها. مثلا أنا بلاحظ مثلا في الشعر الفصيح ما فيه غنائية إلا فيما ندر، الشعر العامي تجد أنه هو ما يوزنه هي الغنائية. أنا أدندن وأكتب كل شعري شعري دندن، ولذلك يشبه إذن اللغة العربية الفصحى إيه، وتجد أنه شعري يعني مفردات فصيحة بقالب شعبي يعني فيها بالضبط. هذا هو ما رأيت أثناء تصفحي لأشعارك أستاذ علي. طبعا الشعر الشعبي لا يقل شأنا ولا يقل صعوبة عن الشعر الفصيح. هو أيضا يحتاج إلى الموسيقى، يحتاج إلى اللغة، يحتاج إلى المفردات، ويحتاج بشكل أساسي إلى الوزن. أحيانا قد نقرأ نصا ثريا بالوزن وبالموسيقى ولكنه قد يخلو من المعنى. شاعر علي الصيادي يتميز شعره بأنه يجمع بين هذا وذاك. لذا سأسلم سمعي الآن وأسماعكم من بعد إذنكم إلى أشعار الشاعر علي الصيادي لنستمع إليه. شببت في حسنها والغنج 20 عام، شببت في حسنها والغنج 20 عام، أحرق بجمر الغضا وانسج همومي فراش. شببت في حسنها والغنج 20 عام، أحرق بجمر الغضا وانسج همومي فراش، ومن حروف الهجاء طرزت عش الهيام. في سلسبيل العواطف يشربون العطاش، ضاع الزمن الجميل والحب بين الركام، وراحت أجمال سنين العمر وضاعت بلاش، أحرقت يخت القوافي وسط بحر الغرام، وعشت نق وعشت لمع مناك مناقبها بكل اندهاش، أسقيت ورد المحبة
من دموع الغمام همس المشاعر يزيد العاشقين انت عاش. وحالتي يا أمل ما هي على ما يرام، سقيم هائم بذنب الحب طريح الفراش، هم لوثوا صفو عيشتنا عيال الحرام، وذكرياتك تسبب لي كدر وارتعاش. يا روضة العشق في عرشك يطيب المقام، درب السعادة لمن في جنة الحب عاش. ما يصدى الورد من يزرع بذور الخصام، يشرب من البحر وتصبح عيشته خاش باش. اللي ركب نظارة الأبيض لا ركب قلوب. نص قصيرة أقول. لا لا بنقول هاي بس. طيفك يرفرف أمامي مثل طير البجع، والقلب ضامي ويتمنى هطول المطر، وكل ما طائر الأشواق أمامي سجع، يهزني الشوق لطيفك ببالي خطر. يا غاية الروح بأحضانك دوالي الوجع، متى التلاقي لنستمتع ونقضي وطر ذكريات، ذكرت زمان الصبا للخلف فكري رجع، والعشق هيش جوني والقليب انفطر، وثار جوفي ضجيج العاصفة ما هجع. اروين الصحراء العواطف يا سحابة مطر، يا مأمن الخوف، يا مأمن الخوف إلى العقل انبهر وافتجع، فالنفس تأمن بعش الحب يزول الخطر. نمرح ونسهر بليل الأنس بالمنتجع، ومن زهورك تجيد لي برشة عطر. عطش الوجدان روعة شعاع الفجر والجو الربيعي والدلال، يفوح عطرك كلما هزت على الأغصان ريح، نشدو على شبابة الإحساس وانغام الجمال، ونعيش مثل الطير يعانق روضة الكون الفسيح، عطشان وجداني فيسقيني من العذب الزلال، والعاطفة تشتاق لك يا ربة الوجه المليح، والقافية خرصة تخاف الطرح الأحمق، والسجال تاهت معاني البكر، تاهت معانيها فوضى منطقة النطق القبيح، توصف بحور الشعر حسن الغيد والسحر الحلال، وتتصف وتنصح العشاق وتهديهم على الدرب الصحيح، والشعر جاي يختار يتحدى المتاعب والمحال، ويهزم الإفلاس ويبدع بلسم القلب الجريح، ينسج ثياب الطهر والعفة بيان الاكتمال، ونهدي العشاق للفعل المؤدب والصريح، من نهر وحي الفكر، من نهر وحي الفكر والإبداع فردسنا الرمال، وتطربين القلب واسعد باحتضانك، وتطربين القلب واسعد باحتضانك واستريح. شعري يغرد يا صباح البنفسج، كلك مكاسب شهم واعي وحبوب له، وبعشقك في قليبي توهج، وسقيتني من حنظل العشق مغصوب، باسلوب راقي بالدلال المنهج، وحضن دافي يحتضن كل مرعوب، واطربت قلبي يا الملاك المتوجه لهذا الهرول، والبس الثوب مقلوب، هجر الحبايب يعتبر درب معوج، في دفتر العشاق مسجل ومكتوب، أحرجتني يا ساجي الطرف يغنج رحلة عويشك ما لها أي عذروب، من ضاق
من ضاقة الدنيا على المرء تفرج. يا صاحبي طبع الجفا غير مرقوع، يا صاحبي طبع يا صاحبي طبع الجفا غير مرغوب، وحظي العاثر على الغيد محرج، ونار عشقك داخل القلب لاهوب. تأتي رياح الشوق مع موجة العج، والصمت عودني على صبر أيوب، والصمت عودني على صبر أيوب. منين؟ اطرب شغاف القلب والوجدان، اطرب شغاف القلب والوجدان بشعار الغزل، واسهر مع الهاجس واستمتع بنظم القافية. والشعر يوصف طيبتك والحسن، وبالوصف اختزل، والقلب مستانس بأنوار الخدود الصافية. يلي صفاتك لخبطت فكري عن الغيد اعتزل، لو تدركي ما تضمر اشواقي تجيني حافية. تسقي بضما روحي مثيل الغيث من غيمه نزل، قولي نعم للوصل وتناسين لام النافية. فمركب العشاق عن الدرب السوي أخطاء وزل، واغلب طباع الناس في ذا الوقت لئيمة جافية، واقطف ثمار الوعي واستهجن خرافات الهزل، وانسج ثياب الطهر واهدي لك لباس العافية. باعيش معك عمري وهذا موقفي عبر الأزل، يا ريم معشوقك من أصحاب الطباع، يا ريم معشوقك من أصحاب الطباع الوافية، يا حلو جمعتنا بأحضان السعادة والغزل، والأرض تستأنس بضحكات السماء الصافية، والأرض تستأنس بضحكات السماء الصافية. غناوي واسجاع دعوة رصينة سقتها في كتابي، دعوة رصينة سقتها في كتابي، غذي شعورك من ملذات الإبداع، يا ورد يضحك فوق خضر الروابي، ينعش دروب الحب عاطر ولمع، فالعشق عذبني وضوي وضيع صوابي، يا ليت وإن العشق بالسوق يبتاع، فكنت بابيع التاجر مرابي، وانشر قبس فكري وذيعه بمذياع، وذنبك انك ما حسبتي حسابي، كأن هذا الضيم رغبة وامتاع، واحنا تجاوزنا زمان التصابي، والقلب يتعلم والقلب يتألم على العمر ذي ضاع، وغصنك الريان سبب كل ما بي، عقلي متيم فيك والقلب ملتاع من فيض أشعاري وحضرة جنابي، كل الغواني صفقت لي بالإجماع، صوتك نغم يزيل هم اكتئابي، وفي وصالك يزدهر كل الأوضاع، وفي وصالك تزدهر كل الأوضاع. وانت الطبيب اللي داوي مصابي، مرهم جاء حنانك للمتاعب والأوجاع، وانت الزمان اللي جدد شبابي، تفخر بأوصافك غناوي وأسجاع، وانتي مطريت في حرايق عذابي، هذه أماني لا تقولين طماع، هذه أماني لا تقولين طماع. قول. مرحبا بالأستاذ عبد الله بن خلف الدوسري، سابق عضو مخضرم في برلمانة البحرين، فأهلا وسهلا به. محمد هذا اشتيكم. عزيز أول مرة تحضر. تقول تفضلي. نورطب سؤال قبل أن يسترسل في قراءة القصائد.
طبعا إصداراتك نظرة إعجاب وتغاريد المساء، تغاريد الصباح، وأيضا ما يأتي على الطريق أغاريد الصباح، من أين يستمد الشاعر علي الصيادي عناوين هذه الكتب؟ العنوان هو لابد باسم قصيدة، يعني من داخل الديوان، من داخل الديوان، باستثناء اللي هو أغاريد، هذه في مجموعة أغاريد كنت أكتبها مقطوعات، عادة كنت أكتبها بالصباح، فقبل أن يكتمل الديوان ارتعيت كذي، وكان فيها أغاريد مسائية، بعد في واحدة أغاريد المساء بعد جاهز، نفس الشيء، نفس المسمى لأنينة القوافي هو باسم قصيدة، والقصيدة ربما تكون تحمل فكرة معينة أو لها معنى جميل في قلب الشاعر. يعني تعتقد بأن عنوان الديوان يجب أن يكون من أقرب نص إلى قلب الشاعر من داخل؟ ليس بالشرط، لكن ترى أنه اسمها مثلا لما تسميها، أنا كنت أسميها ربما معظمين، كنت أسميها وأنزلها على الجريدة، فكنت ترى أنه الاسم اسمها هو أقرب شيء، مع أنه في نصوص كثيرة، أنا ما أرى أنه في نص بقلب الشاعر أقرب من أقرب، لأنه كلهن يعني عبارة، القصائد عبارة بالنسبة لي عن موجات بحرية في قلب الشاعر، ما لهن استقرار أبدا. القصائد إن صح التعبير هي أبناء الشاعر. أيوة هي جزء من، أيوة أقرب هذه الأبناء إلى قلب علي الصيادي من هذا الديوان، في الدواوين يعني، في هذا الديوان. ما صدقيني ما أقدر أسمي واحدة والله، ما يعني بكل صراحة ما أقدرش أقول لك إن في قصيدة أبدا. يدعي أيوة. بأنه لا يفرق بين أبناء. لا، لأنه أحياناً ليش أنا ما رضيت حتى أشبه بالأبناء، أنا قلت أنه القصائد، لأنه أحياناً في آباء حتى يميزوا حتى بين الأبناء، يعني هذه أقول لك مثلاً، لكن أنا أقول أنه القصائد في قلب الشاعر، ليش قلت ما يقدر يميزهن، يعني أمواج متضاربة ما يقدر يضبطها فعلاً، لأن هي وقفات شعورية، هي أيوة. ليست رصيفاً نرمي عليه ما لا نريده، وليست زاوية نركن فيها ما لا نحتاجه، القصائد هي جزء من قلب الشاعر، جزء من حياته كما ذكرت قبل قليل، لذلك كل قصيدة يكتبها، كل كلمة يخطها يبقى لها وقعها في نفس هذا الشاعر. نستمع إلى المزيد من القصائد. أنا أقرأ نوع بحر طويل شوي. قهوة الأحزان. نقول أنا حبي فريد يا نوف يفوق الوصف عن وصفه، أنا حبي فريد يا نوف يفوق الوصف عن وصفه، هواجسي تعذبني لأني أعشقك وهوى، وكل ما زارني طيفك يزيد الشوق واللهفة، زرعتك في رياض الشعر بذور الزهد والتقوى، أطرز وجهك الضاحك على خد القمر تحفة، حفرت اسمك بأعماقي ولكن دون ما جدوى، صفعت الشمس في نورك سرقتي منها نتفة، وبهجة وجهك البار تنور دربي العشوى، يفوح همس المشاعر لك بريح الطيب والعفة، وحتى لو تبي روحي فإن الروح لك فدوى. حقيقة حبنا ما هي بضربة حظ أو صدفة، فقد أجتاح روحي والجسد يا نوف كالعدوى،
أنا عطشان أريد أرشف رحيق الورد لو رشفة فمن يسمع مناجاتي وصوت العقل والنجوى تخيلتك ربيع أخضر من الأزهار توليفة أثاري خافقي مخدوع وعاشق شيء ما يسوى صحيح أن الغرور أعماك فقدت الود والألفة وهذه وسوسة شيطان لخبط عيشتك وأغوى قضيت أجمل سنين عمري أروض طبعك التافه وخلتني ألاعيبك حرمت المن والسلوى لقد ضعنا وضيعنا سمو الحب وأهدافه شربنا قهوة الأحزان بديل الكأس والنشوة إذا الحب انفرط عقده فإن الشعر لقي حتفه وهذه من صفات العشق إذا صاد البشر بلوى ضحايا الشعر مكثرهم لعلك تذكري طرفه وآخر قدر سيف العشق على جرح الهوى مقوى ألبي خاطري بالشعر وأطفي حرقة اللهفة وخوفي أن تناسيني وصفحة حبنا تطوى وخوفي أن تناسيني وصفحة حبنا تطوى بالوصية نوف نعوض عمرنا اللي راح فالعاطفة تنتحب من وضعنا الأهوج والعمر لو راح متى يا حلوتي نرتاح وتلك الأقباس تشع من وجهك الأبلج وتطربيني نغم من صوتك الصداح وطفي حريق الجوى من حسنك الأغنج اسقيني الحب فإني قد تركت الراح هذا إذا ما خلقتي من ضلعة عوج والحب فيها الزمان مهمل وحظه طاح وريح عشقك قتلني بردها والعج رغم انحسار القوافي هاجسي طماح تجرع السم وأترقب متى تفرج يا ليت شعري فهل للمفردة جراح يجارح الشعر يوجد للأدب مخرج يصنع مجاديف بفكرة الواثقة الطرماح ويبدع الأفكار خصيب التثري المنهج ما الشعر إلا نغم زاجل ورقص أشباح صارت عبارات شعري بالكدر تمزج وأجهشت بالبكاء عيني ودمعي ساح زاد الصحاري بشاعة منظر العوسج وبالبر الروض تألم من جروح ناح والعقل عربد وهستر واضطرب وارتج والخاتمة نقتبس نور الأمل مصباح واصنع من أحلام عشق المفردة هودج والقلب يفرح ويرشف وردها الفواح وعاشق القيد دائم للزهور أحوج جاءت تغريف كمغصان الربيع زهر البنفسج بخديها فتش خطواتها مثل الإيقاع السريع تسابق الطير سويعات الغبش فيها براءة كما الطفل الرضيع لا تعرف المكر ولا أعمال الدبش ما مثلها في نس الدنيا جميع لا شكر باريس ولا سمر الحبش الغنج والطيب والطبع الوديع والقلب هيمان والعقل ارتبش وان قلت بترك لها مستطيع من شاف حلو المفاتن اندهش وخاطبتني بالاسلوب البديع حسيت قلبي من الشوق ارتعش فقلت لها انني لامرك مطيع فربما رق لك قلبي وهش لا تتركيني لذا الوضع المريع أحيا حياة التعاسة والطفش يا ضبيط البان سوي لي صنيع اسقيني يرجوك يكفيني عطش لا أدري لماذا يبدو شاعرنا وكأنه يبخل علينا بكلماته حتى نجرها منه جرا أترك المجال الآن للحضور الكرام إن كان هناك ثمة سؤال أو مداخلة إلى شاعرنا علي الصيادي. علي النهام تفضل. علي النهام.
الله يمسيكم بالخير والنور والسرور جميعا. شاعرنا الأستاذ علي، حقيقة أنا أشك في موضوع نوف، يعني لا تكاد تخلو قصيدة من نوف، ربما ثمة ذكرى يعني لا تريد أن تفصح عنها. ليس هذا حديثنا، إنما مجرد مزحة. طبعا الشاعر علي الصيادي شاعر مثقف جدا، وعندما تقرأ له تستمتع أكثر مما تستمع له وهو يلقي. أعتقد أنه لا يحضر في الإلقاء يعني جيدا القصائد، يختارها كذا يعني عنوة، لكن الشعر الشعبي أحيانا بعض الشعراء يهمل الصورة في النص الشعري. علي الصيادي شاعر يشتغل على الصورة بشكل جميل، الصورة الشعرية، وأعتقد أن القصيدة التي تخلو من الصورة الشعرية هي مجرد جسد بلا روح. أيضا تجده يستخدم الرمز الديني، الرمز التاريخي، الرمز التراثي، أيضا يستخدم هذه الإسقاطات الرمز في شعره بشكل جميل وبشكل أنيق وبشكل مرتب. فحقيقة شاعر أن يعني اقرأوا وستجدوا الكثير من الجمال والكثير من الإبهار والكثير من الإبداع، وأتمنى له كل التوفيق وشكرا له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة جدا تواجدي معكم اليوم في هذا تدشين ديوان عصفورة العشق اللي فعلا جذبني ان انا اكتب عليه بعد قصيدة. اهداء طبعا حابة اهدي هالقصيدة لشاعرنا صاحب الديوان. هالقصيدة عصفور الغرام يغرد انغام والحان، عصفور الغرام يغرد أنغام والحان، والصيادي علي غنى بنبض القصيد. ديوان عصفور العشق لنا أشجان، رسم فيه قصته مداده دم الوريد. جيت أهني بصافي المحبة عنوان، جيت أهني بصافي المحبة عنوان، كتاب أنور الدنيا مثل نور الوليد. جيت أهني بصافي المحبة عنوان، كتابه نور الدنيا مثل نور الوريد. ريحته مسك وعود مبخر ريحان، ينثر كتابه عطره فريد. لو خطيت بحروف كتابك ديوان، لو خطيت بحروف كتابك ديوان، تلتقي مع نبض أحلامي كأنها عيد. جيت أنا أشوفك بروح المكان، جيت أنا أشوفك بروح المكان، أنشد أبياتي مثل الطير فرحان سعيد. أقدم تحية للحضور من صميم الوجدان، اللي لهم بالقلب حب صافي عنيد. تحية وفا لمشيد النهضة والعمران، تحية وفا لمشيد النهضة والعمران، ملكنا حمد بن عيسى عصره مجيد. هو الملك تاج الوطن، هو الربان رمز الحضارة، محبته بالقلب توكيد. تحية من شاعرة البحرين، بعذب البيان للبحرين والمحرق وللمجد التليد. يلا تحفظ شعبها والوطن والأركان، يلا تحفظ شعبها والوطن والأركان. ندعي بكل إحساس دعوة وتزيد، لشاعرنا ونبض شعوره بكل ميدان، لشاعرنا ونبض شعوره بكل ميدان. أطلب من الله العزيز القوي الحميد، عسى ترتوي حروفك مثل البستان، عسى ترتوي حروفك مثل البستان، تزدهر بكل خير مع تغريد النشيد، تزدهر بكل خير مع تغريد النشيد. سلامتك. شكرا. العافية الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسمع صوتي. أنا في البداية حقيقة بودي أن أشكر مركز عبد الرحمن كانو الثقافي على إتاحة الفرصة لشباب الوطن في شتى المواهب لتقديم نتاجهم الأدبي والشعري وغيره من النتاجات.
وأنا سعيد حقيقة بحضوري هذه الأمسية الجميلة لتدشين ديوان للأخ العزيز الشاعر علي الصيادي. وحقيقة لفت يعني انتباهي أخ علي الصيادي خلال الفترة الماضية نشاطه في إصدار وتدشين هذه الدواوين، على الرغم من الركود الذي يعيشه الشعر الشعبي منذ ابتلاءنا بجائحة كورونا. وهذا نشاط جميل، يعني أتمنى من بقية الشعراء أن يحذو حذو الأخ الشاعر علي الصيادي وأن يقدموا نتاجهم لكي تعود الروح من جديد إلى الشعر الشعبي. أكرر الشكر لكم جميعا ولمقدمة هذه الأمسية أيضا الشاعرة نادية الملاح. ألف شكر أستاذ علي الصيادي على هذه الأمسية. مساء الخير، هنيئا لك على هذا الديوان. أنا لاحظت وأنت تقرأ كررت أكثر من مرة العوسج العوسج العوسج، ما علاقتك بالعوسج؟ لأن العوسج له وجدان خاص، يعني ربما المهم له وجدان خاص، فسبب ذكرك يعني عرجت على العوسج واجد كثير يعني. على إيش؟ لا ما فيش كثير. بل أنت ذكرت العوسج. أي العوسج ها؟ أي. إيش علاقة العوسج في الموضوع يعني؟ العوسج هو النوع من ال أشواك برية يعني. الزهر أشواك برية يعني. العوسج هو الشجر الموجود في الشرق أيوة في البحرين هذا. لا لا في. نطلق عليه شو؟ في عندنا نوع من الشجر عوسج كل أيوة أشواك. يعني هذا. لأن استغربت أنا، لأن هذا الشجر العوسج اللي يعيش من غير ماء ويعيش عمر طويل. شجرة الحياة الموجودة. شجرة برية. شجرة برية بشوكة العوسج. وشجرة الحياة موجودة هي العوسج. شكرا. معذرة راح أسمح لنفسي فقط أرد نيابة عن الأستاذ علي. هناك بعض الرموز، هناك بعض الأشياء قد يستخدمها الشاعر كدلالة على أشياء أخرى ولا يقصد هذه اللفظة بعينها. كما تفضلت شجرة العوسج ربما تنشأ من دون رعاية، من دون ري، ولا تحتاج إلى الكثير من العناية. أعتقد بأنها تشبه الشاعر إلى درجة كبيرة. الشاعر يرعى نفسه بنفسه ويخلق نفسه بنفسه ولا يحتاج لمن يبث فيه هذه الحياة. هو تفضل أستاذ محمد. أسعد الله مساكم بالخير والمسرات. الحقيقة أنا فخور بتواجد أخي وشقيقي علي الصيادي على المنبر، وهذا التدشين الثاني كما قال الأستاذ عبد الله الدوسري، وإنجاز يعني النشاط الذي طرأ على مسيرة علي الصيادي نشاط ملحوظ. وبكل صدق علي الصيادي واحد من الشعراء الذي لا يبحثون عن الظهور كثيرا، أكاد أجزم أنني جررته جرا إلى هذا الحراك. طبعا أنا فخور كأنني أنا الموجود على المنصة، وعلاقتي بالشاعر علي الصيادي منذ المهد وإن شاء الله إلى اللحد، على اعتبار أنه قريبي. وأيضا كان هناك توأمة بيننا في صفحة نسيم البرايح، كنت أسبقه منه مع أنه أكبر مني بالعمر، أنا شباب. وكذلك صفحة الأستاذ عبد الله الدوسري ونسيم البرايح، الأستاذنا الكبير الأنيق الباحث مبارك العماري، مثل صفحة الأستاذ عبد الله الدوسري كانوا متنفس، وللأسف الشديد الحريصين على الشعر أو الحريصين على الحراك الثقافي في البحرين هم أكبر من خسر هاتين الصفحتين. وما أستطيع أقول إلا أبارك وبشدة لولد جدتي، متمنيا له الكثير من الإصدارات، وترقبوا علي الصيادي
يعطيكم الصحة والعافية. طبعا للتنويه يوجد الباركود على طرف الكرسي لتقييم هذه الفعالية. تعقيبا فقط على ما ذكره الإخوة، ذكر الأستاذ علي النهام شاعرنا علي النهام بأن الشعر الشعبي أحيانا يهمل الصورة. أستاذنا عبد الله خلف الدوسري ذكر ربما خلنا نقول شح الشعر في الفترة الأخيرة بسبب ما فعلته جائحة الكورونا، وأقول بأنه ليست هناك نبتة غضة تعيش دون ري ودون رعاية، لذلك الشعر يحتاج منا إلى مزيد من الحراك، إلى مزيد من الكتابة، إلى مزيد من إنعاشه لينهض من جديد. أؤمن جدا بأن الإصدار ليس شيئا يضيف إلى رصيد الشاعر، هو أولا وأخيرا توثيق لما أنتجه الشاعر، والدليل طبعا إصدارات شاعرنا علي الصيادي، مجموعة من المقالات، مجموعة من القصائد، هي توثيق لما تمت كتابته. ولا شك بأن الأجيال القادمة من بعده تحتاج إلى مثل هذه المراجع، إلى مثل هذه الكتب، لتطلع على مسيرة الشعر على مدى هذه الأزمنة، تماما كما نشأنا نحن على الصفحة الثقافية على سبيل المثال في جريدة الأيام، أو صفحة نسيم البرايح التي كنا نرجع إليها كثيرا ونأنس بكل ما فيها من أشعار. ربما لفترة ما كنت أحتفظ حتى بقصاصات الصحف، قصائد الشعراء على اختلاف أنواعهم. كل شاعر يمثل مدرسة خاصة، لذلك نحن لا يمكننا أن نقارن بين شاعر وآخر أو نرجح كفة شاعر على آخر إلا في مدى الإبداع الذي يمارسه في نصه. طبعا ختاما نتمنى أن يكون وجودنا هذه الليلة خفيفا جدا. لا أدري إن كان هناك ثمة نص يود أن يختم به الأستاذ علي الصيادي هذه الأمسية. هناك تنويه من إدارة المركز، يسر مركز عبد الرحمن كانو الثقافي دعوتكم لحضور الفعالية القادمة يوم الثلاثاء 5 سبتمبر، وهو عبارة عن أمسية شعرية للشاعر يعقوب المحرقي، ويدير الأمسية الإعلامي ناصر العمري. ختاما أيضا نتمنى من الجمهور الكريم ممن يود أن يتواجد معنا في الصورة التذكارية التواجد أمام المنصة، ومن ثم التوجه لتناول وجبة خفيفة وليلة هانئة وسعيدة. والتوقيع طبعا الكتب موجودة على يسار المنصة لمن يشاء الحصول على توقيع الشاعر على هذا الإصدار. شكرا. يعني عالم العالمي